وصلت مبيعاتها عام 2018 إلى أكثر من 3 مليارات ليرة سورية، وبلغت أرباحها 1,133,000,000 ليرة سورية. أرقام جعلت من الشركة الطبية العربية تاميكو أكبر معامل تصنيع الأدوية في سوريا، هدفاً لإيران كواحدة من أهم استثماراتها في سوريا. فكيف سيطرت عليها وما هو هدفها؟ مع زيادة العقوبات الاقتصادية عليها جراء سياساتها العدوانية في المنطقة، عملت إيران على اتباع استراتيجية جديدة بهدف الالتفاف حول العقوبات من خلال عملائها في المنطقة. في عام 2019 أجبرت إيران الحكومة السورية على توقيع 3 اتفاقيات في مجال الصناعة الدوائية، مستغلة اتفاقيات الغرفة التجارية السورية الإيرانية وعدم قدرة الحكومة السورية على إعادة تأهيل هذا القطاع الهام. وأهم هذه الاتفاقيات الاستحواذ على معمل تاميكو واستثماره بالكامل، بحجة أنها ستتكفل بإعادة تأهيله وتشغيله بطاقته القصوى بعد تعرضه لأضرار كبيرة نتيجة الحرب. وتضم الاتفاقيتان الأخريان إنشاء معمل لحليب الأطفال ومعمل أدوية لأمراض السرطان، إضافة إلى 4 معامل أخرى في الساحل السوري. وبذلك تتحكم إيران بأهم منشآت الصناعة الدوائية والغذائية في سوريا لتحقق أرباحاً قد تصل إلى 500%، مع حاجة السوق المحلية لأدوية رخيصة وغياب شبه تام للمصانع الدوائية المحلية. مستغلة سيطرتها العسكرية والسياسية على سوريا، تضم إيران أهم منشآت سوريا الطبية إلى سلسلة المنشآت الحيوية التي تسيطر عليها، لتستخدمها كدروع اقتصادية في وجه العقوبات الدولية، وتحول عائداتها المالية الضخمة لتصب في الخزينة الإيرانية المتهالكة دون أن يعود ذلك على الاقتصاد السوري والسوريين بأي منفعة.